السلام عليكم. اليوم رانا في ولاية مدية، حيث أنه هذا المشروع هو داخل في إطار تعزيز القدرات الجامعية لولاية مدية في خلق مقاعد بيداغوجية جديدة وتخصصات جديدة وتوسيع القاعدة الجامعية للولاية. والملاحظ في هذه المشاريع بولاية مدية هو المراعاة والحرص على الطابع العمراني العربي الإسلامي الجزائري الأندلسي، كل هذه النيولوجي، هذه التسميات هي تأكد على ضرورة إبراز موروث المعماري اللي مر على الجزائر واللي عنده علاقة بالشخصية والهوية تاع الشعب الجزائري، وباستعمال كاين عنصر هام في كل هذه الاتجاهات المعمارية هو القوس، استعمال القوس في الفتحات، وهذا يعطي طابع خاص ويعطي خصوصية لمدينة المدية وللمنطقة تاع المدية اللي هي أكثر المدن الجزائرية مراعاة لهذه الخصائص الهندسية. نتمنى يكون فيه إبداع وتطوير هذا النمط العمراني ليعم كل الولايات المدية ويخلق طابع خاص لهذه المدينة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.